ويبقى معنا من مخيم طول كرم مراسل التلفزيون العربي عميد الشحادي. أهلا بك عميد، كيف يبدو المشهد في هذه اللحظات؟ هل الاشتباكات ما زالت مستمرة في داخل المخيم؟ خاصة أن مصادر إسرائيلية ذكرت قبل قليل أن عبوة ناسفة انفجرت في آلية إسرائيلية كانت تجرف في شوارع وأزقة مخيم طول كرم. نعم يحيى، وثق الفلسطينيون عملية التفجير لجرافة عسكرية إسرائيلية تقوم بعمليات تدمير لشوارع مخيم طول كرم، وهي الجرافة الثانية التي يستهدفها المقاتلون الفلسطينيون داخل مخيم طول كرم بعبوة ناسفة. الجرافة الأولى كانت عند ساعات الفجر واحترقت الجرافة، والجرافة الثانية تم تفجير عبوة ناسفة فيها خلال قيامها بعمليات تدمير لشوارع مخيم طول كرم. اقتحام مستمر منذ ساعات منتصف الليل، وقصف أدى إلى استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين صباح هذا اليوم على مخيم طول كرم. تم نقلهم إلى مستشفى طول كرم الحكومي التي وصلت إلى محيطها قبل قليل قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي في عمليات تنقلها من المخيم باتجاه المستشفى وتنقلها على الطريق الواصل بين المخيم والمستشفى القريب من هنا. كما نشاهد تمركز لآليات جيش الاحتلال على مدخل مخيم طول كرم، هذا المدخل الرئيس لمخيم طول كرم، وكل المداخل الفرعية في محيط المخيم أيضا هناك تواجد لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمنع الإسعاف من الدخول إلى المخيم ومنع أي مواطن من الخروج من داخل هذا المخيم. الاشتباكات تحصل من وقت لآخر، اشتباكات متقطعة، ولكن في كل مرة يحصل فيها اشتباكات يسبق هذا الاشتباك أو يلحقه تفجير لعبوات ناسفة وتكون اشتباكات عنيفة جدا. جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى مخيم طول كرم، كما نشاهد هذا عدد من الآليات العسكرية التي اقتحمت المخيم، وهناك أيضا على الأقل نتحدث عن 5 جرافات عسكرية قامت بعمليات تدمير كلي وجزئي لمنازل مواطنين فلسطينيين داخل المخيم. نتحدث